يا عمي يعني شو كان بدي بكل قصة المقدرة هذه؟ لا شغلي ولا عملي، كنا اشتغلنا مضربين أحسن، بس الدنيا حظوظ عمي. خلينا مروقين إسا. طوفان ولايا زلزال وبلايا هدوا الضيعة دار الدار عيونك يا لبنايا. طوفان ولايا زلزال وبلايا هدوا الضيعة دار الدار عيونك يا لبنايا. يا غبنك يا دارنا صرت بأخبارنا حل البين بصيبة عين وما كفت أشعار. بس فلت هذه زادت المصايب بالضيعة، شو القصة؟ معقول في حدا ثاني بيصيب بالعين؟ لا لا مش معقول. يا ريت أنا اللي بصيب بالعين، يا ريت. ظريف هالبيت، كبير شرح وبرح. الله يهنيك يا درويش، الله يرزقك بنت الحلال اللي تهنيك وتسر خاطرك يا رب. ايه بيستاهل الدلال درويش، بس هو لو بيضبط شنكاش وشوي. تعالي بنت عمي. اه درويش اني هون، شو جابك ولا؟ يسعد الله، يسعد الله بنت عمي، عم تطبخي لي؟ ايه عم بطبخ لك، ولك انت شو جابك؟ بنت عمي جبت لك شوية اغراض. قوم قبر حطهم بالمطبخ وتجيش لهون، تقرش لهون. ها بيخلص الطبخ بتاكل لقمه وبعدين بتروح لك شي مشوار وبترجع بتنام بالمظافي مثل العادي. ها حاضر بنت عمي. ولك يلا قوم. حاضر بنت عمي. ولك قوم بلا جلاطه. وين رحت ولاد درويش؟ عم باخذ غرض. ايه يلا على المظافي. حاضر. ولك شو هاللي بايدك؟ شفتك؟ في شي عند بالي على المظافي.
الله يهنيك يا درويش، الله يحميك، انت الوحيد اللي وقفت معي من بين اهل الضيعة كلهم. سبدي يخفيك تحت سابع ارض، بلا مخطط للضيعة بلا الحكي الفاضي. منيح ما جاش عبالها تبحلق فيه كمان شوي، يا نزل فوقنا قنبلة نووية ولا زارتنا هي خالتي تسونامي ولولا حيدفينا لولاحة. يا ريس لك يا عمي، إلنا المخاطط هذه مضبوط عمي، أنا مش مطمن إسا. ولك قلت بس يحكوا الكبار اسكت ولا لكات اخي بجرحك كمل. هذا مش لنا عمي، هذا انا بقول لك غير معقول. يلا بطار يلا بطار يلا بطار. خير خير، شو في يا جماعه؟ تعال شوف يا مختار المصيبة اللي جاي على الضيعه. طمنونا، شو اللي عم بيصير؟ شو اللي عم بيصير يا مختار؟ ما في شيء، عم نشوف شغلنا. شو شغلكم عمي؟ شو هذه الخطوط اللي حاطينها يا هون وهون؟ شو هذا مخطط تنظيمي الجديد للضيعه؟ لك يا عمي في مال انه مخطط تنظيمي للضيعه؟ لك شو شايفني يعني اجي الكرسي ولك عن المختار؟ يا عمسوا له بالك عمي، طول بالك طول بالك. فهمنا شو هذا المخطط التنظيمي؟ انت شوف عمي المخطط هذه، هون يا مختار بده يصير في عنا مدرسة، وهون بده يصير في حديقة، وهون بده يصير مستوصف. حديقة الله لا يوفقهم، بدهم يعملوا مستوصف بنص بيتنا. ولك يا عمي ليش مصلتك محروقة انت؟ طول بالك. ولك يا خي ابو جدعان طول بالك على الزلمة شوي، ولو اذا انا بيتي وبدهم يعملوا حضاني ولو ابدا. سامحة منك ابو بحسن استاذ، الله يوفقك يعني يعني هيك مفكر، خذها عقد عقل استاذ. تفضل استاذ. هذا هلا اقتنيه، هذا الخط رايح هيك هيك هيك، كانوا نهر؟ هذا نهر، الله يسامحكم. هاي هون بده يصير في طريق 12 متر. وهاي كمان بده يصير طريق بده يشق الضيعة 12 متر. وهون بده يصير في عندكم مستشفى محترمة ب 11 طابق. راحت الضيعة شباب. لك يا عمي المهندس هذا اللي حاطط المخطط ما أخشمه ولو؟ ما أخشمه. مستشفى ب 11 طابق بهاي الضيعه، ولك اذا بتمرض المحافظه كلها بالمقارن الاربعه اللي فيها بكفيهم طابق واحد. العبس يا مختار يا جماعتنا، طولوا بالكم شوي على هالزلمه ليكملنا شرح. اشرحي تفضل. تفضل. وهون بدنا نعملكم حديقه حيوانات. الله لا يوفقكم، بيتي اني حديقه حيوانات. ما هو حق مختار كمان. والله العظيم خير عمي. شوفي ولك يا عمي مين بده يجي الخير؟ أنا ابو بريس عمي بكفي، ما عادش تشرح لي هسه بنجلط انا. سلامتك مختار، روق شوي روق. يلا شباب خلينا نكمل شغلنا. سيادة حضرة المهندس بس عندنا سؤال ويهون السامعين. تفضل. هسه الحديقة هذه الحيوان اللي ببيت عمي المختار فيها سناجب؟ هسه بس ان هذه السناجب وقتها هذه السناجب قال. يلا عمي خلينا نروح على المضافه نتداول الامر بيناتنا. يلا شربوا بس يعني. انا عدم مؤاخذه بدي اروح شاور عقلي بالنسبه لي عمي. بعدين بتقلل يا جدعان، خلينا نروح على المضافه هسه عمي. درويش هسه بتروح بتربط مع جدعان ورسلان على باب الضيعه مشان تقتلوا له هذا فايز. وتلثم منيح، بديش يكشفكم. ها حاضر عمي. وانت عمي خليل انت بتروح بتدخل لبيك الحقني على المضافه. يلا ماشي عمي صار. يلا يا جوار يلا على المضافه. شرفوا عمي. شرفوا المختار. من هون عمي من هون وين رايح؟ يلا شرفوا يا غالمي. شرفوا المختار قال على المضافه. قال اذا هون ما قدرش يحلها بدي يحلها بالمضافه. لك يا اخي والله ضيعتنا حلوه يعني، ليك ما احلاها يا زلمه، خضار وشوارع حلوه. ولا يا سيدي شايف ارضات ابو توفيق فوق؟ الله العظيم لو معي شوية مصاري وانطر لك فيها برج مشروع بعمل لك 10 طوابق. سيدي طابق الأخير بتعمله كله بانيوات بطلالي على الضيعة كلها، وتحت بتعملوا طابق بيعملوا فيه حفلات، واللي تحته كله مناسف توزع مناسف على العالم وكاسات حليب ولبن وكثة ولك كثة قريشي. ولك يا زلمة ما فهمت عليك، بس بخلينا مركزين بالطريق، بعدين احنا بمهمة رسمية، ايش بدك تحكي عن المصالح الشخصية؟ ولك معش طيط، مهمة رسمية عم طيط؟ بعدين هيك بدك تعمل بكره بالبرج؟ طيط على الزباين؟ طلع انت يسار وانا يمين. وحاضر جدعان افندي. توافيق؟ لك شبك لك درويش انخوتت انت؟ توافيق؟ Okay.
درويش، مش قلت لك ترجعش قبل لخلص الغداء؟ السا بنت عمي بلا غداء بلا حكي فاضي، شو رأيك ترجع الضيعة؟ ولا خوثت أنا؟ ليش عني وين؟ توافيق أني مو هيك قصدي، السا كل أهل البلد مفكرينك برات البلد، شو رأيك ترجعي؟ تعال ولا تعال فهمني شو القصة. تعال يا خيي، لازم يكون في حل، يعني لازم نلاقي حل، هيك رح يوقف قلبي. يا جماعة يا مختارنا يا حبيبنا يا ابو توفيق، بسواش تضل ساكتين، رح تروح الضيعة يا عمي، لازم نشتكي. شو رأيكم نقدم معروض المحافظة؟ أنا معك موافق، أنا موافق. اسمعوا على السمعة، قال شو نقدم معروض المحافظة؟ ولك يا زلمي ما قدمنا معروض مشاري جمعية الفلاحية، ما ردوش علينا، ردوا علينا شيء؟ لا يا والله ما ردوا. بدك إسا يردوا مشان الشغلي؟ مضبوط، لا ما بيردوا يعني معروض، إذا بتقدم لك مو إذا بتقدم معروض، بتقدم 100 معروض عمي، ولا بيردوش. شوف عمي، شوف عمي، شوف عمي، الله يرضى عليكم يا الربع يا الربع. بسواش هيك، هيك بنطلعش بنتيجة، لازم نلاقي حل. وشو الحل دخلك؟ أمنتوا بالله، أمنتوا بالله، كل يوم يطلعوا لنا بفني. عجبك؟ هذا بسواش عمي، نحن لازم نلاقي طريق الحل هاي القضية. كيف بدنا نتصرف عمي؟ وهذا الجماعة بدهم يشيلونا كلنا يا عمي. ولك يا درويش، أنا شو فيني ساوي لهم إذا جاي مخطط تنظيمي؟ شو أني وزير المساحة يعني؟ بنت عمي ليش؟ مين وزير المساحة قدامك؟ ولك شو بدك يعني ساوي يعني؟ انت بتعملي شي عيني بعمل. وشو بدك تعمل؟ اسه بدي روح عبيت المختار، وبس يتصلوا فيكي قولينهم زعلانة وبدكش ترجعي وبعدين بتقبلي. ياه ما اذكيك، وكيف بدهم يتصلوا فيني؟ اسه شو بدك بكيف وما كيف والحكي الفاضي، انا ابن عمك. والنعم، يلا قوم انقبر. ولك قوم انقبر ها؟ ولك انكبر بلا جلاطة. حاضر بنت عمي. يعني شو فيني ساوي لهم؟ يلا بستناهم لا يتصلوا. جدعان فتح عيونك منيحة. ولك وصل 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 يا وين؟ ثلاثة ثلاثة. قال بنطلون ربي، قال السفر جيب أخوة ثانية. ان شاء الله يكون معه مصاري مشان ياخذ منه الالف ليره اللي اخذ مني قص البنطلون. اسا بطلع لك يا خيو، شو رايك نرقع حجر من هون؟ لك لا يا زلمه، بديش نقتله نحن، بس بدنا نعطي بعطل. يلا قوم قوم لك. لك شو هيك كثير عالي يا زلمه؟ اقفوز يا زلمه، يلا قول الله فايز. لك فايز فايز، والله نشرب من دمك غني والله. لك خير، طولوا بالكم يا شباب. خير من وين بده يجي الخير؟ ولك شو هذول عم تضحك علينا؟ عملنا مضحكه؟ كله نوايا اوروبيه، هذول بيسوش خمس ليرات. لك هذول خمس ليرات دولار بس، انت ما تفهم بالعمله. ولك سد فوزك ولا؟ بعدين وين الالف ليره اللي اخذتها قصلا واعي؟ وين الالف ليره؟ وين؟ الالف ليره تبع التقسيط، ايه لسه عم بيمشي التقسيط، لسه عم بيمشي. تعال هون تعال هون، شو عامل اللي فيها دسوس وقاعد عم تحكي وتطق حنك بين العالم؟ عامل فيها دسوس؟ اعوذ بالله، والله عم تظلمني. ولك سد فوزك ولا؟ بعدين اهل البلد اكلت فلقه من تحت راسك يا كلب. والله لاشرب من دمك خلي، والله لاشرب من دمك. جدعان جودوا منيح، جودوا منيح، جودوا جودوا، اتركي يا الي اتركي. ولك جودوا منيح، انت ايديك اقوى، جودوا منيح. ولك جودوا انت اقوى. خلاص يا شباب شو بكم؟ ولك طولوا بالكم، ولك طولوا بالنا. ولك جاي عم تضحك علينا انت. اي 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 شو يا غانمين؟ ما حداش طلع معه شي فكرة؟ والله يا مختار شايف لك رح ضل نفكر تتروح بيوتنا وراضينا. أبي مختار، أبي مختار، أبي مختار، أبي مختار، شو بعك؟ شو بعك؟ طول بالك؟ شو جابك لسه ولا مخصوف الرقبة؟ يعني مش تلاقتك مع جدعان والأسلام مش أنا ذيك الشغلة؟ عمي أنا لقيت حل. وك حل شو يا مخصوف الرقبة؟ عمي لقيت حل للمخطط التنظيمي. انت لقيت حل ولا ايش؟ هذا المخطط التنظيمي كله. شوف شو الحل يا حاجي يا عمي، يا عمي طولوا بالكم عصبي، طول بالكم شوي شوي عليه لنفهم شو الحل ولا لا. انا ما عاش اقدر اتحمل،
لازم اعرف شو عم بيصير بالضيعه. ما ادري شو عم بيصير. يا شباب وين راكضي؟ وين راكضي؟ يا اختي زقعناه قتل فايز وطرشيه لحسن ما حدا يعرفنا. كسرنا له عظامه وتكشيره اذا فايز يعني. الله حيكم بيستاهل هالنصاب. ايه بيستاهل، بس هالسيد ما لقيتش معه مصاري، كنت بدي اخذ 1000 ليره اللي اعطيته اياها قص البنطلون. اصحى عطره يكون ناصب عليك يا، لانه غني بسمحلوش يعني. صحيح احنا انفصلنا بس انت بظلك يعني بنت ضيعتي وبسمحش لحدا ينصب عليك يعني. كثر خيرك. الله يحييك خيش دعان، يلا بخاطرك يا اختي. لوين رايحين؟ بدنا نروح نخبر المختار. طيب شو بدي اقول لك رسلان، شفت رجال الضيعه راكضين على الساحه؟ شو في ليش عم يركضوا؟ يا اختي اكيد في شيء مصيبي، ما رجال الضيعه عندنا بيركضوش غير في مصايب، ليش بصير عندنا شيء مثل الخلق؟ ولكن احنا الضيعه نحن ركب النحش من فوق لتحت. ايه طيب شو بدي اقول لك؟ اذا عرفت شيء رسلان تعالوا خبرني. ايش 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 انا مخبرك، انا مخبرك بكل شيء يعني. طيب يا زلمه انا الحواط، انا مخبرها. ولكن احنا عندنا الحواط، انا مخبرك يا زلمه. شغلتي هاي شغلتي انا الحواط. شغلتي يا زلمه يا اخي. انا بدي اخبرك، انت فاهم؟ انا بدي اشوف النار وحمل لي عصاي. هيك يا شباب طولوا بالكم يا قد يعني. بصراحة هو يعني مشان عيونك يعني كنت بدي أضربه، بس خلص مشانك وكرمالك خلص معش بدي أضربه يعني. يلا حمي حالك خلينا نروح يلا. حاضر. خلص عطرة تاكليش هم معاني بخبرك كل شيء عم بصير يعني. طيب كثر خيرك. اخ يا اجري براسي الله لا يوفقكم، اكلنا قتل حشك ولبك. ندق له لسيدنا عبرن عبرن. رد رد. الو الو، مرحبا سيدي، شلونك؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك سيدي؟ والله بصراحه ما في اخبار جديده يا سيدي. لاني اهل الضيعه بصراحه كشفوني واكلت قتلي حشق ولبك يا سيدي. الله وكيلك، عضني من ادني. بتستاهل يا غبي يا حمار، بتستاهل. ما بتستاهل ما كانوا ضربوك يعني، بفهم من حق امرك سيدي. ما بعرف ايش بدك اعمل، انا جاهز. طلع ايدك اليمين. ولك ايدك اليمين يا غبي اللي تاكل فيها. ايه ايه سيدي ايه. هاي الضيعة اللي عليها براميل حمر. ايه شفتها سيدي، ايش بها؟ هاي الضيعة من اليوم ورايح انت رح تتكلف بمهمة رسمية هني فيها. يلا نقرر. على راسي يا سيدي، الله يطولنا بعمرك، ادامك الله زخرا لهذا الوطن يا سيدي. ها؟ رجعت ثقة فيني. بس منين شافني؟ طلع اليمين، طلع اليمين. أنا جاي أنا جاي. جيبوا توافيق. توافيق يا زلمة؟ توافيق؟ عمي عمي توافيق، تطلع هيك شوي بالمخططات وبيمشي الحال. لا يا مختار دخيلك، عواد بتحل الموضوع وبتعقده أكثر. هيا الله ما يعطيك عافية. ولك منين جايب هالذكاء كله هذا؟ ها؟ تربيتك عمي. والله لو ما سألتك كان أحسن. طيب إسا شو رأيكم يا جماعة؟ اتصل بتوافيق واسألها، بكونوا علموها على ذيك الشغلات هنيك. شو رأيكم خي، موافقين؟ يا خي موافقين، اتصل اتصل خلص. يا خي بتوافيق يعني بيقول لك المثل يعني، شو جابرك على المر غير الأمر منه يعني. يعيش الواحد مكرسع أحسن ما يروح بيته وأرضه ويتشرد بالشوارع أحسن أفضل أشوى أضمن. أرجع سلم الملاقط. لسا مخصوفة الرقبة اللي عندي بالبيت، لو بتصيب بالعين كنت أنا صرت ملك، ما الله يقبرني إياها. ألو يابا مرحبا. لك يا بي أنا هون أدعمك المختار، بسلم عليكي وكل أهل البلد هون مجتمعين وبسلموا عليكي سلام خص نص. ولك لا زلم بلا يابا. شو يا بي؟ يابا بديش ارجع لعندهم، معني زعلاني منهم، كيف بدي ارجع لعندهم؟ يابا كانوا اليوم عم يعلمونا كيف اذا ضاعت شغلي من الواحد قد ما كانت كبيره بنرجع له اياها. طيب
يابا حاضر، أنا بدي أرجع بس كرمالك. ها مع السلامة. ولك مش أنا اللي عم عيط، أنت اللي عم تعيط يابا. خلص راجعة مع السلامة. بيعرفش يحكي على الموبايل. طيبين هالقهوات، الله يوفقك يا درويش على قد ما أنت كريم. ايه شباب؟ نحن صرنا جاهزين هسه. هاي الطريق اللي يجي من البلد من فوق لتحت. طريق الفوق هاي الطريق الفوق هاي بالضبط. وين الطريق الثاني اللي بيجي من هون؟ تروحوا تاخذوا المقاسات هسه. مع الداج جايين على اساس انه هذول كلهم نشوف فيهم مشان الطريق. الطريق اللي حنفتحه جديد استاذ فوق. بالضبط هاي بالضبط. يلا سجل معنا. استنى سجل لحظة. ليش على الطريق؟ فلقت وجيني قدامي عينهم على بيتك. فلقت وجيني بيتك. هات صدحت ويا ولا عويت يا عم المختار. يعطيك العافية. يعني بحكي يا عم المختار، نحن قمنا بالمهمة بنجاحة. يعطيكم العافية. عفارم عمي عفارم. بس انتوا متأكدين انه فايز ما عرفكنش يعني؟ لا يا عم اطمنوا، تلثمنا علي وخي جدعان وزقعناه قتلي لفايز من كعب الدست. ما عادش بحياته يفوت على الضيعة. حيو الأستاذ حيو صار سبع عمي. إلا ترباتك عمي. خي ابو جدعان تفضل. بالتقى معك شي خلاص سرقه زياده؟ والله يا ريت يا ريت، ماني بعد ما مقصوفه الرقبه فلت كبيتهم كلهم اللي عندي. ماني كمان كبيتهم بس هذه بتكفيش لحالها. سامحه يعني. منك مختار بدي اسالكم، خي ابو توفيق وين يا جماعه؟ هون خي يعني هون يا زلمه. دق لهل شوفير شوف وين صار الباب. الشغل بالنا على البنت خي شباب. طول بالك روح خي ابو غالب. ايش بضلها بصلتك محروقه هيك؟ اسا شوي وبيوصلوا. خلاص خلاص انت ابو جدعان دقلوا لهذا شوفير الباص شوفوا وين صار عمي. معلوم ثواني بس خيي نحن سابقينك الحقوني لك الكل. يلا عمي يلا روح قدامي. يلا خلي يوم الرب ليش قدامي يا ولد. محمود الاخوات، محمود الاخوات، والاخوينك يا شرمي ما فرق لي المسلسل ندور عليك انا وسنيك امدوا بالله العظيم. ها يلا تعال خلينا نلحق الزلم. ايه بنت عمي اسا تطلع بهالسايب المخطط تشوف دخلك ومشان شو؟ اسا شو بدك؟ مشان شو ما مشان شو ولا حكي الفاضي طلعي. طيب ها طلعي هون وهون وهون خليش ولا زاوية. ها حاضر. وهون شوي. ايه وبعدين شو يعني؟ خلصنا بتقدر تروحي على البيت. خويتي انت؟ وكيف بدي ارجع على البيت؟ مش بدي ارجع من العاصمه بالباص على الضيعه؟ ما انت اجيتي يا بيس. خلص شو بدك بهالحكي الفاضي؟ قومي روحي. يا حول الله اخوث هذا درويش. ولك شو بيجي عامل؟ مش قال اني بدي حل شغله اهل الضيعه؟ وانا كيف بدي حل شغله اهل الضيعه هاي؟ لقوم ضب اغراضي واعمل مثل ما قال هالخويثي لشوف لوين بده يوصلني. يا رب. لا ابو جدعان شو صار معك؟ هذا اللي كنت عم تتصل بيه شو قلت؟ هذا مش هو هذا بس تحكي معه بدق لحاله. مين هذا؟ هذا التليفون. وانا عم قوله محمود الاخوات. هذا التليفون. في اثنين محمودين طلع. محمود شوفير الباص. ومحمود شوفير القلاب. طلع هذا عم يدق لعند شوفير القلاب، يعني مش عم نحكي مع تبع الباص. تعال جدعان انا بقول لك شو المشكلة. هذا يمكن ها التوماتيك خربان تبعه. سلم المرافض بالضبط. والله تاخرت المعدات كثير. على الطريق ان شاء الله استاذ. حتى فريق المساحة ما وصل. على العافية شباب. الله يعافيك. هلا هلا. الو. حاضر استاذ حاضر. هم شباب. ادفع الله ولا فعلك يا زلمي. بسوق انا بالباص فيها. العوافي. عافي قلبك. استنوا. شو عم نستنى عمي؟ عم نستنى توفيق. بدنا اياها توصل عمي. يا بيس توفيق صارت في البيت عمي. لك شو عم تاكل اهبل؟ شو نزلت بالطيارة يعني؟ لك شو طيارة على الحكي الفاضي عمي؟ قال الباص نزل غاد. ولك شو متأكد على الحكي ولا؟ يا عمي ايه متأكد؟ ايه عجبكم هيك؟ يعني ما صار الشيء. هذا المهندس عم يضب المخططات شايف؟ ها شفتوا مشي الحال.
هذه المرة عن بعيد يعني، فيش داعي تيجي بنت عمي، خلاص هي بتفكر بالشغلة بتخرب. انت بالله العظيم الله يجيرنا عمي، الله يجيرنا، الله يجيرنا. ولك فين عمي؟ شو عم الضابط الظهور هالصور يا زلمة وفالين عبكير؟ ما في شيء والله، بغى المخطط. أمنت بالله العظيم هذا هو، أمنت بالله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله فعلا هذه تشتغل عبود. يا جماعة يا جماعة الله وكيلكم في شيء مو طبيعي. يلا السلام عليكم. شرفوا شباب، شرفوا. مع السلامة. الله معكم. الله معك يا عمي، الحمد لله مشي الحال. الحمد لله. يا جماعة يا جماعتنا تفضل، لسه انتوا كلياتكم معزومين لعندي على المضافي. خلي بنتنا توافيق تعملكم كاسة شاي من كعبتنا. لا عمي بدناش اشرب شاي، انا بطني بتوجعني من ورا الشاي. بعدوني وين الطريق على البيت عمي؟ من هون وهذا عصبي عمي، عصبي بالشاي. عمي انا ممنوع من المنبهات. وانا عمي عندي شغل مع بنت. طفلو روح عمي درويش روح. يقبرني اياك يا توافيق. انا شو اعمل فيكي؟ كل ما قلنا ارتحنا منك بترجعي لنا بانجاز جديد. بدك تجيبي لي جلطة انتي. يعدمني اياكي ان شاء الله، يعدمني اياكي. ترى يا جماعة أنا مع كل كلمة قال المختار. عفا عليك. منيح بس قلتك تضبط معنا؟ عمي فيش حل، يعني إذا توافيق ظلت بالضيعة عم يصير مصايب، وإذا تركت الضيعة يعني نحن عم نحتاجها، فيش حل غير إنه نستفيد منها. سمحة منك عمي المختار؟ إسا كيف بدنا نستفيد منها؟ يعني إذا رجعت على الضيعة بلكي قصفت لك عمرك. إيه مزبوط. سدني عقد ويا ولا؟ العمى عم بتفاولوا علي، العمى ما قل وجدانكم. ايه مختار. شوف خيب وغالب، خيب وجدعان، انا بشوف انه من اليوم ورايح نخلي كل اهل الضيعه يعلقوا خرز زرقاء. ومن اليوم ورايح اي ولد بيخلق جديد بالضيعه بيعلقوا له خرز زرقاء برقبته من شان يتعود عليها. أيوة. وتظل معه كل عمره يعني. يا عين عليك يا مختار. عمي لازم كل اهل البلد يعملوا عمليات زرع خرز. هذه مثل عمليات زرع القلب، زرع خرز. سدني عقد وياه ولا العمى ما قل وجدانكم. ايوه سيبنا من المختار، اسا شو المطلوب منا؟ يعني هذه خطه كيف بدنا ننفذها؟ اسا انا بقولكم كيف بدنا ننفذها. يا اهل ضيعه ام الخرز، تعلن القريه عن إقامة حفل استقبال لعودة ابنة الضيعة الفارة البارة ومنقذتها توافيق. يابا 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 يابا. سمعتك يابا سمعتك، أنا جاي جاي. هاي أهل البلد كلهم قرروا أنه يبدوا معك صفحة جديدة. قلب الدنيا عمولي احتفال يابا. معلوم تستاهلي، مش بس احتفال تستاهلي، تستاهلي أكثر. وأني برأيي الشخصي تقومي تجهزي لك كلمة من كعب الدست تشكريهم فيها وتقولي: لقد قررت منذ هذه اللحظة أن أسخر كافة قواي وإبداعاتي ومواهبي وإمكانياتي لخدمة هذا البلد، وأيضا إنني أخبركم بأنني لن أؤذي أحدا منكم بعد اليوم. عفاك يابا، من وين جايب هالحكي أنت؟ من التلفزيون يابا، من التلفزيون. طيب يابا أنا رايح أجهز حالي وجهز الكلمة. وأنا رايح شوف عم يعمل أخوك. أنتوا بالله العظيم يعني يا مختار إن المباهج هذه أنا بصراحة قلبي ناقزني. تقول الشام عمي أنا أخذ كل احتياطات اللازمة. مختار أنا عزمت وصار كل أهل البلد عنده علم. يعطيك العافية عمي، يعطيك العافية. يعني عليم الله يا مختار إنك بتستاهل كل الشكر لأنك عملت حفة التكريم الحلوة هذه من شان بنتكم توافيق. لا معلوم معلوم يا عمي المختار طول عمره سباق لفعل الخير. تفضلوا 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 يا شيخ. تفضلوا شرفوا. تفضلوا. سهل عمي، مسيكم بالخير. الله يمسيكم بالخير. مسيكم بالخير. أهلا أهلا. هي لا أهلين ولا سهلين. شو يا مختار، ما كانش العشاء من طرها
احتفالات وكراسي وموسيقى وبعيد عن عيوننا. لا هاي ما حبت لكش منها يا مختار. يعني معقول تعملوا عزيمه ونحن مش موجودين يا عمي؟ هذا نحن يعني كنا ناويين الله راد نعزمكم، بس هذه يعني بدك تقول تحضيرات. هذه برافو للاحتفال، يعني ضبطناش نعزمكم يعني تحضير تحضير تحضير. شو الاحتفال بلا زغرة؟ هذا يعني احتفال صغير هيك، تكريم لبنتنا توفيق، وهسه بدها تلقي لنا كلمة هيك تعبر عن فرحها بهالمناسبة لأنه نحن معتبرين فيها يعني. أنا يعني فيني أفهم من هالحكي إنه توفيق ما عادش تصيب بالعين؟ لا عمي بعدها بتصيب بالعين، بس يعني نحن عاملين احتياط احترازي. هسه بتشوفوا تفضل. يعني عمي مش راح يصير شيء هسه؟ لا 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 تمر وعمي تفضل تفضل عمي شرفوا شرفوا تفضل تفضل وعلى شعرك حطوا له كرسي شرف حتى من البعض شرف اهلا وسهلا تفضل ارتاحوا 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 يلا يلا يلا. وهذا هو السلاح الاحترازي كلك على سلاح عمي. هات عدة الشغل يا سند، خذ احتياطاتك انت كمان. لكن اسا بيكونوا كل اهل الضيعة مجتمعين مشان يحتفلوا فيني، مش اني سلاح الردع؟ لنراجع الكلمة اسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل لا مش ضابطة لازم إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيك أوجه مشان اللي قاعد بعيد غاد يسمعني. مش ممكن يكونوا كثار كثير 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 اللي حاضرين، لكن مش عني سلاح الردع. يا أهل الضيعة تحية طيبي وبعد. سأبدأ أولا بأبو غالب وابنته عطرة، لأن عمي أبو غالب وعطرة ظلمتهم معي كثيرا، لذلك أعتذر لعمي أبو غالب وأتعهد له بأني لن أؤذي أرضه مرة أخرى ولا بيته ولا أي شيء في جسده. شو بك يا أبا؟ مش عارف يا بي، صابتني دغزة بقلب، يعني خايف كثير. صابتك بالعين يا أبا؟ دخيلك يا بي، وطي صوتك عطرة لأنكم تنتبه بعدين بتدب الرعب بتضيع بتخرب بيتك كلنا. مختار سامحة منك يعني عدم مواخذة دي، ومن الشباب أنا عندي مشوار ضروري، يعني خمس دقائق إن شاء الله بحله وبعدين بشوف شو بصير معي. يلا بالإذن يا جماعة بالإذن. يلا يا أبا روح يا بي روح. تعي تعي من البي تعي. أما بالنسبة لعمي بوجدعان فأنا أعتذر منه ومن جدعان، لأنني أذيت بقراتكم وأولادكم وكل شيء عندكم. يا باني يعني خايف شوي وتعبان ومحصور يعني. يا باني يعني مرعوب أنا وضايق نفسي. خير 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 خير. شوفي يا با أمنتوا بالله العظيم أمنتوا راحت البقرة العرجة يا با راحت؟ خذ بنت عمك وامك اسمعني، خذ بنت عمك وامك ويحقني بها. طيب يا طيب. انا يا جماعه بالاذن اجانا ضيوف من عين الخضره بالاذن. منتو بالله العظيم منتو بالله العظيم. اما بالنسبه لسيدي يونس ومعاونه شفيق فانني اتكفل لكم بعدم المساس بأمنكم وأمن الوطن الذي تمثلونه. العامة شو قلاش شو باك يا سندي؟ شو في ولا؟ شو بدي قل لكم؟ مع مين عم تحكي؟ سيدي تعالي قلوا شو مين؟ مين؟ أتقولهاش العمى 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 العمى. خير خير سيد يونس خير. أي خير يا مختار الظاهر
قحطولي يا مختار قحطولي. يلا بالهنا بالهنا يا عمي بالهنا. الله معك. قم معي لا قم معك قم معي. يجي معك سيدي. طيب ما تكون شيء مختار. الله معك عمي الله معك. خير خيي شو بو زلمي؟ لا في شيء بس الظاهر اجتهم امي خارجيه خارج السلك كله. كملي يا عمي كملي شوفي مين ظل شوفي. اما بالنسبه لرسلان حواط الضيعه فاشكره على كل شيء وبالاخص صوته الشجي الذي لطالما ملا ضيعتنا باجمل الاغنيات. واشكر خليل ابن ابو خليل صاحب اكبر معصرة زيتون في المنطقة والمناطق المجاورة. شو بك يا زلمي؟ يا زلمي شو صار لك؟ قوم 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 خلينا نفل استراح صوتك بعد شوي بنروح نحن. يلا قوم لحق بيك عمي يلا 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 عمي يلا كمل عمي. كما واشكر اهل الضيعه كلهم فردا فردا واتعهد برعايه اطفالكم وبيوتكم واراضيكم. يلا عمي يا بتحقوا يا بتحقوش يلا كله يفل. عمي المختار يا اغلى مختار انت يا مختار اتعهد لك بانني لن امس يدك او راسك او قدمك او اي شيء في جسدك بسوء مرة اخرى. الليلي عمي الله يوفقك الله يوفقك الليلي اتركيني تشريني بحالي يا عمي انا كل هذا الحب عملته اتركي منك اتركي منك عمي عمي لن نطيل عليكم وفي النهاية يا والدي الغالي يا سندي ورزقة عمري. لا يا أبا لا يا بي لا لا يا بي أنا بيك يا بي أنا بحبك أضلش بضيع غير أنا وإنت يا بي. أنا بحبك يا أبا. يا أبا شو هذاك الأسود اللي عم يضوي ويلمع؟ يا يابا لا لا يابا هيك بيخلص المسلسل يابا. مسلسل؟ بكل قصة المصدرة يا أبي لا شغلي ولا عملي كنا اشتغلنا مضربين أحسن بس الدنيا حضور عمي خلينا مروقين السر
طوفان ولايا زلزال وبلايا هدوا الضيعة دار بدار عيونك يا لبنايا طوفان ولايا زلزال وبلايا هدوا الضيعة دار بدار عيونك يا لبنايا يا غبنك يا دار